فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وتشيك طازه ومقرمشة وساخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحن كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانا يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. يا جدي المسألة دي ما عارفش كيف نحلها. بكي تعرفها انت عطولكم زمان في القرية. ايه يا باتي والله يا ما عطونا زمان على يدينا حتى على روسنا، لكن ليش ما وريتها لباتك ولا امك؟ بلكي هم خير مني في النظر يا ليت. الباتي امي تباتي امي ما عندهم الا الضرب، بس تعطيهم اي مسألة مشهور من الضرب تأشر من المدرسة. كيف اشهر من المدرسة؟ وبعد ارجع ترى قولي كان هن كراساتك هكي خلفت مقطعات ومصفطات ومخربشفين، معقولة هكي يا ليت؟ ليش هالهمال يا وليدي؟ هذا هو اللي يجيب لك الضرب يا جدي. الله غالب راهو مش من هنا، انت عارف اخويا صغير محمود هذا ما عنده ما يدير الا غير يقطع في الغلافات وخلاص ويخربش. وش نديله يا جدي؟ كيف شديله؟ محمود هذا عيل صغير ما يعرف شيء، يزحف واللي يجي قدام في طريقه يمد يد عليها. بس العتب مش عليه، العتب عليك انت. انت المفروض اللي تلم كتاباتك وما تخلينش قدامه مرميات على الوطاء. والمفروض انك لما تكمل واجباتك تحول شنطتك وتدسها وما تكونش مهمل وتتعود على الاهمال. بعدين تقعد قدام الناس شكلك شين، تقعد مهمل في نفسك ومستقبلك وتلمل حتى حوشك وعيالك. تعلم يا وليدي كيف تقعد انت مش مهم وتقعد منظم. وعلى هالموضوع تعال نحكي لك هالحكاية، بلكي تتعلم منها شي حاجة. قصدك في حكاية اليوم؟ ضروري يا باتي باش انه تعرف من اللي صاير من زمان وتعلم منه. أكيد حكاية على النظام صح؟ أسمعني شو بقولك. يا سيدي كان يقولوا انه كان في حوش زمان سكنتها ولية بتوفي رجلها وعندها وليد ما كانتش تتابع فيه بكر هالعيب، يعني كانت ولية جنو مهملة كيف أخذتها هك تمام؟ بس هي مهملة في من؟ في ولدها. لا تدور فيه مع من يلعب لوين ماشي ولوين جاي. وفي يوم من الأيام هالعيل سرق دحية من بنية الدجاج بتاع جيرانهم. جابها لأمه وقال يا أمي هاكي هالدحية طيبيها لي. طيبتها لا وكلاها الدحية بدون ما تسأل منين. سألتهاش منين. اليوم الثاني عدى جابلها دحية وطيبتها لا وكلاها. واليوم الثالث والرابع تم كل يوم يمشي بنية الجيران ويسرق منها شنو؟ في الدحية. في الدحية. يوم من الأيام جاء العيل لأمه وجاب معاه شنو؟ دجاجة. قال يا أمي هاكي هالدجاجة طيبيها لي. الأم شنو دارت؟ ما سألتهاش منين جاب الدجاجة وحطتها الدجاجة باتي وقطعتها ووكلتها له. هالعيل بعد ما كبر قعد راجل قعد ما شاء الله عليه، كبرت معاه شنو؟ السرقة. وقعد يوم بعد الأيام من هو يكبر شنو؟ في شغله. جاء يوم من الأيام قبضوا عليه وخذوه إنه فيش كندير يسرق في سيارة جيرانهم. مش دحية يعني؟ لا كبار الموضوع. دحية دجاجة سيارة تمام. عدى خش للحبس. جت الولية تزور في من؟
تبكي ولادها تبكي انا علي وليدي انا علي وليدي وانت قاعد هنا وتقول شن انت ما تقول له قول لي ان شن ضرك على السرقه يا وليدي سرقه واطي الراس وحرام حتى مع ربي تعرف شن قال العيل قال لها يا يمي لو انت من زمان سالتيني منين جبت الدحيه راني ما قعدتش صرق هكي تمينا حكايتنا شكرا للي تابع فينا غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خضينا تتصلوا هذه فكرتنا تقولوا عنوان حكاوينا في كل حكاية غايتنا نحكو عن صفة تعنينا بكرة تجدد لمتنا يا ريت الكل يراجينا وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو رضينا علينا حكاوي جدي للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا حكاوي جدي مش أي حكاوي فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وتجيك طازه ومقرمشه وساخنه اوه حاجه صح ومش ضايق البيتزا الامريكيه اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجه تعويتك في صاله الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح هذه حاجه فوق الخيال اكيد عرفتوا على من نحكي نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعه العرب الطبيه البيضه قرب الاذاعه خلف مصرف الامان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد هابي تشيكن هابي تستيك